سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام في هذه الظروف الأليمة والمحزنة التي تعيشها الجزائر صارها وبحث عن كنا رديفا لقوانا. تجتمع هذه اللجنة اليوم لكي تدرس بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، ولا بأس أن أقول بأن نصاب الزكاة لهذه السنة هو 73 مليون ومئة ألف بحسب الإجراءات، وسيخرج البيان إن شاء الله للإعلام. ولكن اللجنة تجتمع اليوم لكي تدرس إمكانية أن يكون هذا الصندوق حاضراً في مساعدة ومساندة إخواننا المتضررين في الولايات التي أصابتها هذه الحرائق المهولة والتي تركت يعني دماراً كبيراً.